إن الله لا يغفر أن يشرك به، وجعل سائر الأعمال معًا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلف أهل العلم في المراد بالشرك هنا، هل هو الشرك الأكبر أو هو الشرك الأكبر والأصغر؟ باتفاقهم طبعًا أنه الشرك الأكبر يقينًا، لكن هل يدخل معه الشرك الأصغر أو لا يدخل؟ على قولين لأهل العلم. فمن قال من أهل العلم إن الشرك يعم الأكبر والأصغر، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر، وبالتالي أن صاحب الشرك الأصغر يدخل النار وصاحب الشرك الأكبر يدخل النار، والفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر يخلد وأن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد. قطعا هناك فرق بينهما أيضا في صورة العذاب، لا شك في هذا، لأن صاحب الشرك الأكبر كافر بينما صاحب الشرك الأصغر مسلم لكنه عاصم. فقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يذكر من الذي أشرك معه، فلا فرق بين من يشرك مع الله تبارك وتعالى شمسا أو قمرا أو نبيا أو ملكا أو شجرة أو صخرة أو غير ذلك، كلهم سواء عند الله تبارك وتعالى من حيث سوء العمل، من حيث سوء العمل فهم مشتركون، أنهم لا يستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه جميع الذنوب، ولكنه علق ذلك بالمشيئة سبحانه وتعالى، فقد يغفر لشخص ولا يغفر لآخر. ولذا النار كما يدخلها الكفار ويخلدون فيها يدخلها المسلمون، ولكن لا يخلدون فيها، مصيرهم أن يخرجوا من هذه النار، ولكن خروجهم أيضا متفاوت، هناك من يخرج أسرع من غيره وهناك من يتأخر خروجه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يخرج من النار، وهو الذي عندما يخرج من النار يقف عند باب الجنة فيقال له ادخل الجنة، يقول وقد أخذ الناس منازلهم، يظن أن الجنة اكتظت بأهلها وأنه لا مجال له. لكن على كل حال نحن كمسلمين لابد أن نقف مع هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن نشعر بالخوف من الله تبارك وتعالى ونحن نقرأ مثل هذه الآيات، وهذا هو التدبر. نعم.